فاصل فبنطلع شوية برا الموضوع. خلا بارك لجماهير العالم اليوم الفوز بهدف على فتح الفتح، وإن كان فوز صعب لكن مستحق بالتأكيد. الفريق منذ وصول السيد ميغيل أنخل روسو والفريق قاعد يقدم مستوى طيب، متوازن دفاعيا هجوميا، الشباك ما قاعد يشوفها تهتز في هذه المباريات كثيرا. فبالتالي اليوم الشكر لكل من يقف خلف النصر العالمي، ومبروك يا جماهير العالمي، مركز الثالث الآن مو بعيد عن يعني الصدارة، بانتظار تعثر الاتحاد. عندهم مباراة مع ربع مبارك الدوسري، نشوف ايش راح يصير فيها. تشجع الهلال يومها يعني؟ شلون؟ تشجع الهلال لا يومها؟ يب ولا مالك امل. عقب اللي شفناه امس بعد، اذا في شخص يعني يحب ان تكون المنافسه يعني حلوه ومتكافئه، عقب اللي صار امس مباراه الفيصل، المفروض ولا واحد يشجع الهلال، ولا واحد المفروض يشجع الهلال. شوف ما يجوز، شوف الضايف بحسن الهلال. الهلال تشجيع شفت امس اللي صار، بس بغض النظر كان في لاعب الفيصل يقول امور خارجيه اثرت على المباراه، هو يقول لاعب الفيصل بقى، مو انا اللي اقول. بس كلام سعود صح، دائما امور خارجيه هذه دائما تحسم الامور اذا كان متضايق، وهذا اكبر غلط. الهلال مع احترامنا له مو محتاج الامور هذه، بس انت لما انت فريق مخالف كبير وكذا ولك، لكن في مباريات انت قاعد يعني واضحه المساله ان واقفين وياك، ان ما يبونك تخسر، لان انت مثل مو بيومك او مو زين، وهذا ما يصير. هني ما في عداله، هني راح تظلم، وهذه في دول كثيره تحصل بصراحه اقول لك، يعني على مستوى يعني حتى برا بالخليج عندنا، في كل نادي له دعم قهر ولا دعم ولا سند، بس ابو عبد الله واضحه في مباريات الهلال صراحة. متشبع الهلال جاي من بطوله تاسع، متشبع النصر صاعد من درجه ثانيه، متشبع النصر فريق كبير. ادري انا نصراوي زين، بس انا بتحكي كلكم صرتوا نصراوية، كلكم صرتوا نصراوية وتدافع ما دافع، بس هو متشبع انا جاي اتحاد انا سويه اصلا يعني انت قاعد تسيء حق تاريخ النادي، لما في امور وايد يعني قاعد تظلم فرق ثانيه، انت قاعد تسيء حق تاريخ النادي. خلاص هذا مستوى يعني مو زين، والفريق الثاني افضل، لا النتيجه تنقلب. طيب الامور هل الامر هذا يعني خلاص رسمي، يعني انه كان تدخل خارجي؟ لا مو رسمي، اللاعب يقول مو انا اللي قلت، احنا نتكلم بناء على كلام اللاعب. لاعب الفيصلي هو اللي قال امور خارجيه اثرت على الدوري هالسنه، احنا اللي نقول الدوري هالسنه السعودي لا حق الهلال ولا حق النصر، ان شاء الله حق الاتحاد. لا الحين متصدر. لا.